بورا، انت منيح؟ منيح؟ ما فيني شي. هلأ بعرفك زعلان، بس بترجاك تفهمني، مفكر اني حابة يصير هيك شي؟ عم بفهمك يا نازان، بس انت كمان فهميني، انا حابب كون مع المرأة يلي بحبها، جريمة يعني؟ صوتك غريب كتير بورا، في شي انا ما بعرفه؟ نازان اسمعي، انا ما بحب انك تفكري فيني على اني انسان ضعيف وتافه، ويمكن نحن التقينا بوقت كتير غلط. انت عن شو عم تحكي بورا؟ حاسس حالي صرت واحد ممل، ما في غير دايما بحكي لك عن جوني ومشاكلي، ما كنت حابب خليك تحسي بهالشغلات بالمرة، انت ما بتستاهلي ولا وحدة من هاي المشاكل. بورا شو رأيك نلتقي بكره؟